بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيهم إلا يظنون، وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب السيئات وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.